بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم مع بعض إن شاء الله في المحاضرة ديت عن الريتيننج وول. الريتيننج وول اللي بنشوفها في الواقع عندنا، الريتيننج وول أقصد بيها، إحنا خدنا قبل كده السايد سبورت سيستم. الريتيننج وول دي اللي هي الحوائط اللي هي بتاعة البدروم أو أي حوائط ساندة، الحوائط اللي هي الساندة اللي يبقى إيه زي الشكل ده كده، اللي هي كانت ريفر ريتيننج وول او كانت جرافيتي وول بتعتمد على الوزن او كانت كاونتر فورت وول، هي دي اللي انا ايه بقصدها من كلمة ريتيننج وول. اول حاجة في الريتيننج وول، يعني ايه ريتيننج وول؟ دي حاجة بتسند السويل اللي وراها، والسويل اللي وراها دي ليه سندناها؟ علشان اعمل فرق مستوى، في مستوى عالي وفي مستوى واطي. طب لو سبت السويل، السويل هتاخد زاوية الراحة بتاعتها، فانا عايزها تبقى فيرتيكال، فبنعمل ايه؟ بنحط الريتيننج وول. بنستخدمها كتير في الطرق والكباري وفي المنشآت الهيدروليكية وفي البدرومات وكده، في الغالب بنصبها في الموضع. تمام، الباك فيل بتاعنا اللي هو الردم اللي وراها بيبقى في المنطقة دي العالية اللي هو بيعمل اكتف عندك. الردم اللي هو يبقى هنا كده في الجزء العالي ده عالي عندك وبيعمل اكتيف ايرث بريشر عندك. الانواع اللي عندي ممكن تبقى جرافيتي وول، ممكن تبقى كانتريفر وول، ممكن تبقى كاونتر فورت وول. الجرافيتي وول دي بتعتمد في الاتزان بتاعها على الوزن بتاعها، وبتبقى في الغالب من الحجارة او الطوب، يعني ممكن تبقى من الطوب كده او الخرسانة العادية، او تبقى ايه خرسانة عادية او مباني طوب. اما الكانتريفر ريتينج وول دي بتبقى خرسانة مسلحة. الكاونتر فورت وول نفس الكانتريفر وول بس في عصب هنا كده في النص، دي طبعا بتستخدم في الارتفاعات الكبيرة، يعني دي بتستخدم في ارتفاعات تشيل ارتفاعات كبيرة اكبر من الكانتريفر ريتينج وول. في فرق طبعا في التسليح بين الكاونتر فورت وول والكانتريفر ايه ريتينج وول. الكانتريفر التسليح بتاعها الاساسي عندك هنا هنا كده، اما التسليح الاساسي في الكاونتر فورت هو ايه في الاتجاه الطولي هنا، كانك بتعتبر ان دي كاميرا ودي دي سبورتس بتاعتها. دي الكاونتر فورت وول، الابعاد الافتراضيه بتاعتها في الغالب بناخد السمك ده كده من فوق، سمك الحيطه من فوق كده 30 سنتي، وده الارتفاع اللي انا عايز اسنده. العرض بناخده من نص إلى 7 من 10 الارتفاع. المسافة بين العصب والعصب بناخدها من 3 من 10 إلى نص الإتش، والعصب ده السمك بتاعه مينيمم بتاعه 30 سنتي. دي أبعاد افتراضية طبعا، كأي مصمم عايز يبدأ أي حاجة قلنا بتفترض القطاعات اللي عندك وبتشوف الأحمال وبتبدأ تطلع السترينج أكشن وتبدأ تعمل الديزاين بتاعك، سواء هتطلع تسليح أو هتطلع قطاعات استرينج. دي خطوات التصميم في أي حاجة. لو نفس اللي قلناه دلوقتي، إن إحنا بنختار القطاعات، بنشوف الفورسز اللي عندنا، بنعمل تشيك اللي عندنا سواء أوفرول ستابيليتي زي ما نشوفهم دلوقتي، وبنشوف الاستراكشر ستابيليتي. أول نوع وده مش بيستخدم كتير يعني، أو يعني بس هنتكلم عنه، الجرافيتي وول دي قلنا زي اللي ممكن تبقى طوب أو خرسانة عادية أو حجارة. الالتزام بتاعها بتاع الحيطة دي معتمد على الوزن بتاعها اللي بيمنعها ان هي تنزلق او ان هي يحصلها دوران. الابعاد بتاعتها بيبقى في الرنجات ديت، لو قلنا ان ده الاتش اللي انا عايز اسنده يبقى الركبة دي بيبقى من نص الى دي، حيث الدي ده من اتش على 8 الى اتش على 6، والعرض عندنا هنا بيبقى من نص الى 8 من 10 الى اتش، وفوق بتبقى من حوالي نص متر الى اتش على 12. كل الأبعاد دي أبعاد افتراضية، أنت ممكن تفترض أبعاد من عندك وتبدأ تعمل الديزاين بتاعك عادي خالص. قلنا بعد ما بنشوف الأبعاد بتاعتنا بنبدأ نرسم ونشوف الإيه الفورسز اللي عندنا. الفورسز اللي عندنا مين اللي بتبقى الأكتيف إيرث بريشر، لو في ووتر بريشر، الفورس الوزن بتاع الحيطة نفسها، وزن السويل اللي هنا، لو عندي مياه في الباسيف أو ووتر في الباسيف. في الغالب احنا بنهمل الجزء ده، بحل مسألة بالجزء ده الاكتف بس اللي هو بيأثر على الباسيف ده معايا، بيساعدني في الاتزان، فانا بهمله ليه؟
ليه؟ ان انا ساند هنا دلوقتي الحيطه. طيب هنا مين قال لي ممكن حد هنا يحفر، يحفروا هنا كده، يحطوا مواسير، يحطوا اي حاجه، ممكن حد يشيل التراب ده، فانا ما اعتمدش عليه في الالتزام. فمن البدايه انا ما باخدش الايه الجزء ده معايا في الحسابات خالص. لو عندي ميه ومنسوبه هنا مختلف عن منسوبه هنا بيحصل لي، او لو عندي ميه عموما بيحصل لي ابليفت. طبعا لو المنسوب هنا ازيد من هنا طبعا دي بتلاقي الووتر هنا الفورس البريشر هنا اعلى من البريشر هنا. القيمه هنا بتساوي كام؟ قيمه اليو هنا بتساوي كام؟ اي يو بتساوي الجاما ووتر في الاتش ووتر. فلو قلنا ان ده مثلا اتش واحد هتبقى القيمه هنا ايه؟ اتش واحد في الجاما ووتر. ولو قلنا ان ده اتش اتنين هتبقى القيمه هنا اتش اتنين في الجاما ووتر، عشان بس ده ايه لو حد عايز يعرف تتحسب ازاي. بعد ما حسبت السترينج اكشن الفورسز اللي عندي، بحسب السترينج اكشن المومنت والنورمال والحاجات ديت. في بقى الايه الاوفر اول ستابيليتي، ايه اشكال الانهيار اللي ممكن تحصل للحيطه غير الخرسانه. ما بتكلمش عن الخرسانه دلوقتي، انا بتكلم عن الانهيارات اللي ممكن تحصل. ممكن اول حاجه تحصل عندي السلايدنج. السلايدنج دي معناها ايه؟ معناها زي ما خدنا في الام اس اي وول سلايدنج، ان الحيطه ممكن ايه تتزحلق. وهنتكلم عن كل حاجه تفصيلا. الاوفر تيرنينج ان الحيطه ايه تتقلب، يحصل لها انقلاب عند التو اللي هو هنا كده. ممكن يحصل بيرنج فيلير، ممكن يحصل ايه ان يحصل لها التربه اللي هنا ما تستحملش. ممكن يحصل اوفر اول ستابيلتي ان التربه مع المنشا بتاعي كلهم يحصل لهم ايه انهيار. ممكن يحصل سيتلمنت زياده قوي لو التربه عندي ضعيفه او لو في احمال زياده. الفاكتور اوف سيفتي بتاع السلايدنج ده بنحسبه ازاي؟ قلنا اي فاكتور اوف سيفتي في الدنيا بيساوي القوه اللي معاك على القوه اللي ضدك. القوه اللي معايا بسميها ريزيستنج فورس، القوه اللي ضدي في السلايدنج اسمها سلايدنج فورسز. ايه هي القوه اللي بتعمل لي ريزيستنج اللي بتقاوم معايا؟ اولا نشوف القوه اللي بتزق معايا. القوه اللي بتزق معايا اللي عايزه تخلي الحيطه دي تتحرك كده، ايه اللي عايزها؟ المركبة. يعني لو ده مايلة كده يبقى المركبة الأفقية بتاعة الإيرث بريشر، و المركبة الأفقية بتاعة الإيرث بريشر و المية. وطبعا هنا هو بيقول إن المية كلها مش معايا، لأن في جزء بيقاوم معايا، لا أنا بشيل الجزء ده. اللي عايز يعمل لي سلايدنج الإي الأكتيف إيرث بريشر الهوريزونتال، لو هي مايله فانا محلها هوريزونتال وفيرتيكال، اما لو هي هوريزونتال فما هي الهوريزونتال بس. يبقى المركبه الافقيه بتاعه الاكتيف ايرث بريشر والميه، ودايما الميه هي كده، مفيش ميه بتترسم على المايل، الميه بتترسم دايما ايه بالاتجاه ده، ما بنرسمهاش عمودية على الحيطه، هي بتترسم كده دايما، فهي الميه ما فيهاش افقي ولا رأسي. والميه يعني الميه والمركبه الافقيه بتاعه الاكتيف ايرث بريشر، دول اللي عايزين يعملوا سلايدنج. طب اللي عايز يقاوم معايا ايه؟ والله اللي عايز يقاوم معايا كنا زمان كان يقول لك مثلا لو ده عايز يزحلق كده، بل يقاوم معاك ايه الحته الارضيه هنا الفريكشن هنا يساوي ايه؟ هيساوي الميو في النورمال فورس اللي عندك. الميو ده بيساوي ايه؟ الميو ده اللي هو الكوفيشنت اوف فريكشن، ده بيساوي تان 2 على 3 في الفاي. تان 2 على 3 ايه فاي، يعني لو الفاي بتاعتي ب 30 درجة هضربها في 2 على 3 واخد لها التان واشوف ايه الميو هتساوي كام. الميو هتساوي كام؟ الميو بيبقى في رينج مثلا 4 من 10 3 من 10 نص في اللي في الرينج ده. يبقى بشوف الفيرتيكال فورسز واضربها في الميو. طيب في حاجة كمان، في حاجة، لو في شوية كوهيجن هنا، يعني السويل هنا فيها كوهيجن، فهتعمل بينها وبين السويل، بينها وبين الحيطة شوية اديهيجن، فيبقى ايه الطول ده العرض ده اللي هو البي في السي ادهيجن ايه هيقاوم معايا. طب السي ادهيجن دي بتساوي كام؟ بتساوي الفا في الكوهيجن بتاع السويل. يعني لو عندي السي بتاعتي 2 طن على المتر مكعب، يبقى السي وول او بنسميها سي ادهيجن هتساوي كام؟ الفا في السي بتاعتي، هتبقى الفا دي مثلا بناخدها وليكن 2 على 3 او 0.67، هتبقى 0.67 في الاثنين، وده هيبقى ايه القيمه بتاعته اللي هو الاي سي وول او سي ادهيجن، اضربها في العرض الحيطه يبقى ده الجزء ده بيقاوم معايا.
تاني جزء بيقاوم مع ايه؟ هي سيجما الفيرتيكال اللي هو النورمال في الميو، حيث الميو ده تان 2 على 3 في الفاي. طب الفيرتيكال ده اللي هو ايه؟ الوزن بتاع السويل والوزن بتاع الحيطه والمركبه الرأسيه بتاعت الايه؟ بتاعت الاكتيف ايرث بريشر. طبعا هنا عاملين لك على 5 علامات تعجب ولا 4 كده، بيقول لك ان ده انا في الغالب بهمله، يعني هنشيل الجزء ده كده والجزء ده كده يتشال معايا. تمام، يبقى كده ليه التشيك بتاع السلايدنج، وده كله ان شاء الله يبقى ايه واضح معانا جدا في المسائل. طيب تاني حاجه الاوفر تيرنينج. الاوفر تيرنينج ان انا خايف ان الحيطه يحصل لها انقلاب عند التو اللي هو النقطه بي، النقطه او. نسأل برضو نفس السؤال، يعني ايه فاكتور اوف سيفتي؟ يعني اللي معايا على اللي ضدي، اللي معايا اللي هو عايز يعمل ايه؟ اللي هو عايز يقاوم الانقلاب. طب اللي ضدي اللي هو ايه؟ اللي هو عايز يعمل لي اوفر تيرنينج. ايه الفورسز اللي عايزه تعمل لي اوفر تيرنينج؟ هل الوزن ده دلوقتي كده بيأثر عايز يعمل لي يقلب الحيطه كده؟ لا. هل ده عايز يقلبها؟ لا. طب امال ايه اللي عايز يقلبها؟ هو المركبات الافقيه بتاعه الاكتيف ايرث بريشر والووتر الووتر بريشر. يبقى اللي عايز يعمل لي اوفر تيرنينج هو المركبه الافقيه بتاعه الايرث بريشر اللي هي الاي اكتيف هورزونتال في الواي بتاعتها، الواي اللي هي المسافه من القوه اللي هو بقى العزم الدراع اللي هو المسافه من القوه لحد النقطه اللي هي ايه هتبقى الايه الواي اي. الواي اي ادي المسافه ديت زائد الاي ووتر في المسافه من هنا لحد الخط العمل بتاع الايه بتاع النقطه. الحته دي قلنا ايه هنشيل الحته بتاعت الايه بتاعت الووتر اللي هي في الايه في الباسيف هنا هنشيلها خالص ماليش دعوه بيها. عايز تحطها هتزود لك كول فاكتور اوف سيفتي، بس احنا قلنا دي مش ضامنها لان ممكن الحته دي تتشال. ايه اللي عايز يقاوم معايا؟ اللي عايز يقاوم معايا هو W وزن الحيطة ديت في المسافة من النقطة لحد الايه خط عمل القوة ديت. W soil في المسافة من النقطة ديت لحد خط عمل الايه السويل، و U اللي هو ال uplift ده عايز يقلب لي الحيطة، عايز ايه يقلب لي الحيطة. فهنا خدوا ال U في المسافة بتاعته، بس هنا خدوا بالايه بالنقص. هو هي مدرستين، يعني في مدرسه بياخد الايه الووتر الابليفت بريشر معاه في الريزيستنج ويحطه بالناقص كانه بينقص المقاومه بتاعتي، وفي ناس لا تقول لك يقول لك لا انا هاخده في الاوفر تيرنج ويبقى ايه بالزائد يبقى هو بيعمل لي اوفر. فخلينا عادي على الايه النظام المعمول به، مش هتفرق كتير، يعني مش هتفرق كتير خالص. يبقى الاوفر تيرنينج الريزيستنج مومنت على الاوفر تيرنينج مومنت اللي بيعمل لي ريزيستنج مومنت هو الاوزان في المسافه الافقيه بتاعتها اللي هي المسافه من النقطه او الى خط عمل كل قوه، واللي عايز اللي بيعمل لي اوفر تيرنينج اللي هي المركبه الافقيه بتاعه الاكتيف ايرث بريشر والووتر بريشر في المسافه اللي هي تبقى هنا عندي الواي اللي هو المسافه من النقطه او الى الخط عمل الايه القوه الاي اكتيف هورزونتال والاي ووتر. طب الفاكتور اوف سيفتي ده كام؟ يعني الفاكتور اوف سيفتي عارفين على طول في خلصانه واحد ونص مش عارف كام. الفاكتور اوف سيفتي ده بيعتمد على نوع السويل. لو السويل بتاعتي كوهيجن للسويل يعني ساند مثلا ياخد الفاكتور اوف سيفتي بواحد ونص. طب لو كانت تربه طينيه كوهيسيف سويل خدها ب 2. طيب لو كانت كوهيجن للسويل يعني رمله ويز باسيف وانا واخد مقاومه الباسيف معايا يبقى خدها ايه ب 2. طيب لو كانت كلي مثلا وانا واخد الجزء الباسيف، الجزء الباسيف اللي هو ده اللي احنا قلنا هنهمله يبقى خدها بكام؟ ب 2، ب 2 ونص. فانت مين اللي مثلا هتاخدها 1 ونص لو كانت التربه بتاعتك ساند، و2 لو كانت التربه بتاعتك كلي. طبعا قلنا احنا هنعمل جزء الباسيف مش هناخده معانا. طيب التشيك بتاع الاستريسز بنجيبه ازاي؟ الام عند او، ايه الام عند او ده؟
الام اللي هي هنا كده، المومنت اللي هو عنده هنا كده. احنا قلنا في ريزيستنج مومنت في الاتجاه ده، في اوفر تيرنينج في الاتجاه ده كده، عايز ايه؟ يقلب الحيطه. طب يبقى المومنت عند او ده هيساوي ايه؟ هيساوي فرق المومنت ده على المومنت ده، يبقى يساوي الام ريزيستنج ناقص الام اوفر تيرنينج. يساوي ليه الام ريزيستنج ناقص الام اوفر تيرنينج؟ طب لو انا عايز اجيب السي، ايه السي ده؟ السي ده هو الايه؟ الاكسنتريستي، بس محسوبه منين؟ محسوبه من هنا كده، محسوبه من الايه؟ من الحرف هنا كده، من الطول عند الكي. عايز احسب المسافه بين، لو انا جبت حطيت المحصله بتاعت الاحمال دي كلها واشوف الاكسنتريستي بتاعتي عن التو هنا تبقى كام، اللي هي السي، هتساوي كام؟ هتساوي الام ريزيستنس ناقص الام اوفر تيرنينج على السيجما فيرتيكال. زي السيجما فيرتيكال اللي هو ده زائد ده زائد المركبه الافقيه بتاع المركبه الرئيسيه بتاعت الاكتيف فيرس بريشر ناقص الايه؟ ناقص اليو. يبقى تساوي معانا كام؟ الام وعند او اللي هو ده ناقص ده على السيجما فيرتيكال. طيب لو انا عايز بقى اجيب الاكسنتريستي بس من النص، اكسنتريستي من النص ازاي؟ انا جبت الاكسنتريستي من هنا كده مسافه سي، طب انا عايز اجيب الاكسنتريستي بتاعتي القوه بتاعتها اهي، انا عايز اجيب المسافه من القوه لحد نص عرض الحيطه من هنا، هجيبه ازاي؟ هقول ان الاكسنتريستي من نص عرض الحيطه هنا هيبقى يساوي العرض الحيطه على الاثنين، هيديني ايه؟ الطول ده كده، واجي طرح منه السي اللي هي المسافه من القوه لحد الاو، هيديني الحته الباقيه بين نص القاعده الى خط عمل المحصله اللي هو ايه؟ الاكسنتريستي. يبقى الاكسنتريستي بتاعتي هتساوي بي على الاثنين ناقص السي. بجيب الاي بتاعتي، لو الاي طلعت اقل من او تساوي بي على الستة يبقى ايه؟ مفيش اي مشكلة عندي، هتبقى سيجما ماكسيمم وفي سيجما مينيمم اللي هي كنا في الاستراكشر والخرسانة اللي بنسميها اف واحد واف اتنين. طب هتساوي ايه؟ تساوي سيجما فيرتيكال فورسز على سيجما فيرتيكال فورسز على البي اللي هو العرض في واحد بلس او ماينس ستة في الاي، الاي اللي هي الاكسنتريست اللي هنا على البي اللي هو العرض. لو انا عايز اجيب السيجما ماكسيمم هعوض بيه الموجب، لو انا عايز اجيب السيجما مينيمم هعوض بيه الماينس. لازما السيجما ماكسيمم تبقى اقل من الكيو الاوبل والسيجما مينيمم تبقى اكبر من الصفر. لازما السيجما ماكسيمم تبقى اقل من الكيو الاوبل بتاعت البيرنج كاباسيتي بتاعت السويل، والسيجما مينيمم ما تبقاش بالماينس، اقل لازما تبقى اكبر من الصفر عشان السويل بتاعتي ما بتشيلش تنشن. فرضا ان الاي بتاعتي طلعت اكبر من بي على 6، هتبقى في الحاله ديت الاي ماكسيمم هتساوي 2 في السيجما فيرتيكال على 3 في السي، حيث السي اهيت والسيجما فيرتيكال اللي هي الاوزان الرأسيه في 2 على 3. بمعنى ان هو بيقول لك بيجيب محصله المثلث من الاخر، يعني لو انت عايز تجيب مساحه المثلث هتساوي نص طول القاعده اللي هو السيجما ده في الارتفاع اللي هو ده كده، اللي السي ده تلته، ما هو بيأثر في التلت، وانت عارف الحته دي السي، يبقى الحته دي كام؟ 2 على 3 في من السي، فهو بيجيب الايه؟ المحصله بتاعت الايه؟ الشكل ده كده. يعني لو انا قلت ان المحصله اللي هي السيجما فيرتيكال هتساوي كام؟ نص طول القاعده، طول القاعده بكام؟ سيجما ماكسيموم في الارتفاع، الارتفاع ده كام بقى؟ قلنا ده بتأثر في التلت من تحت، طيب التلت سي يبقى هنا كام؟ التلتين كام؟ 2 سي، يبقى طول القاعدة ده كله كام؟ 3 سي، يبقى نص في 3 سي في السيجما ماكسيمم، هتطلع منها إن السيجما ماكسيمم هتساوي 2 على 3 سيجما الفي على السي. طيب لو كانت السي إحنا بنخلي إن السي بتاعتنا، السي بتاعتنا اللي هي ديت بنخليها اكبر من او تساوي بي على 6 علشان ما يحصلش تلت يعني ميل كبير في الحيطه بتاعتنا. الاستراكشر ستابيليتي بنعمل ايه؟ بناخد ايه كذا قطاع كده نتاكد ان القطاع بتاعي امن، امن ايه؟ انشائي. احنا الكل اللي عملناه قبل كده اتاكدت الحيطه كلها الاوفر اول ستابيليتي بتاع الايه؟ الحيطه. اما ده اللي هو ايه؟ الاستراكشر ستابيليتي. لو الحيطه بتاعتي بقى كانت ريفر
يبقى الأبعاد الافتراضية كانتليفرتينج وول اللي هي خرسانة مسلحة، اللي فاتت كانت اللي هي الجرافيتي وول اللي هي خرسانة عادية أو مباني أو حجارة. ده نفس الكلام، بس اللي اختلف عندي هو الإيه، الأبعاد بتاعتها. دي من 2 من 10 إلى 3 من 10 متر، دي بي على التلاتة، حيث البي بتساوي من 4 من 10 إلى 7 من 10 في الاتش، والسمك ده من اتش على 12 إلى اتش على 10، حيث الاتش ده الإيه، الطول اللي الارتفاع اللي أنا عايز أسنده. قلنا من الخرسانة المسلحة اعتمادها بيعتمد على وزن السويل اللي موجودة فوق القاعدة هنا، شايفين وزن السويل كمية كبيرة، والأبعاد بتاعتها إيه، افتراضية زي ما إيه نقول. نفس الكلام بنرسم الفورسز اللي عندي، وبحسب الايه الاوفر اول ستابيليتي، سواء سلايدنج او اوفر تيرنينج او ستريس، زي ما حسبت بالظبط في المرات اللي فاتت. ايه اللي بنقوله في السلايد ده؟ بنقول ان ده الحته اللي واقفه دي اسمها ستيم، الحته من هنا لحد هنا كده بنسميها الهيل، والحته ديت بنسميها التو، والحته ديت لو احتاجناها بنعملها واسمها الكي. فرضا ان السلايدنج الانزلاق بتاع الحيطه مش امن، هنعمل ايه؟ قال لك زود الهيل او استخدم كي. يعني لو السلايدنج لقيته مش امن، هاجي ايه، مزود الهيل، بدل مثلا ما كان 2 متر خليه مثلا 3 متر عشان ازود اوزان السويل اللي عندي. او ان انت تعمل، لو انت محكوم بالابعاد، اعمل ايه، كي كده، كي ده ايه، زي ما احنا شايفين كده، ممتد بقى في الاتجاه العمودي علينا كده. طب لو الاوفر تيرنينج مش امن، قال لك يعني الاوفر تيرنينج هيحصل، قال لك زود الايه، دراع العزم اللي هو ايه، التو، زود الايه، التو. طب لو استريسز اللي عندك التربه مش قادره تستحمل، يبقى ايه، زود الايه، التو برضو علشان ايه، يتوزع على مساحه. طب واحد يقول لي طب ما كنا نزود الهيل، لا انت لو زودت الهيل الاوزان اللي على السور هنا هتزيد، هتعمل ستريس زياده، ما انا مفيش حاجه ايه تذكر يعني. الكريتيكال سيكشن اللي عندك، الكريتيكال سيكشن بالنسبه للهيل اللي هو سيكشن 2 2، بالنسبه للستام سيكشن 1 1، بالنسبه للتو سيكشن 3 3. دي القطاعات اللي انا هصمم عليها زي ما هنشوف في المساله اللي عندي. الايرث بريشر ده الستام اهو، وده الهيل، وده الايه، التو. دي الفورسز اللي موجودة عندنا، وهنشوف ازاي نصمم في المثال بطريقة أوضح. ده شكل التسليح اللي أنا عايزه في النهاية بتاع الحيطة، أدي الأبعاد العادية وأبعاد المسلحة، التسليح بتاعنا طبعا عشان عارفين برضو أقل تسليح في الحوائط هو 5 فاي 12 في المتر، ده الأريا ستيل مينيمم بتاعت إيه؟ أي سيكشن التسليح بتاعه اقل من 5 فاي 12 في المتر، حطه 5 فاي 12 في المتر، لان ده هو المينيمم بتاع التسليح بتاعك في الحوائط. هنبدأ نشتغل مع بعض في المثال. المثال اللي عندنا بيتكلم عن ريتيننج وول، الاتش بتاعتها 6 متر، حيث الاتش من الفاونديشن ليفل لحد نهاية الحيطة، الفاي ب 33 درجة، كانت الجامة بتاعتنا 1.6 طن على المتر مكعب، والكيو الاول اللي هي البيرنج كاباستي كانت 1.5 كيلو جرام على السنتيمتر مربع، والميو مديها لي هنا بنص. الميو لو مش مديها لي كنت اخدها تان 2 على 3 في الفاي. حد يقول لي ده القيمة بتاعتها مثلا مختلفة، طلعت مثلا معايا لو انا خدتها 2 على 3 في 33 وخدت التان بتطلع اقل من نص او اكبر، ماشي، بس هو ايه، خدها هنا ايه، نص. الراجل هنا عايزنا نصمم عادي خالص، بحيث ان يبقى الفاكتور اوف سيفتي المينيمم بتاع السلايدنج يبقى ايه، 1.8. انا يعني هو عايزه يبقى ايه، اعلى شوية من 1.5، فخد 1.8. هنبدأ نحل المسألة. اول حاجة عندنا في المسألة، بنفترض أبعاد افتراضية، لو هو مش مديني، هو مديني دلوقتي ال H عندي و هنا 1 متر، هو مش مديني تقريبا أي حاجة. فهنا هنفرض، فرضنا هنا إن ال D اللي هو السمك اللي عندنا ب 6 من 10، و أدي ال H عندنا ب 6 متر، ال 2 فرضته ب 1 متر ودي ب 6 من 10 متر، الحتة الهيل
ما فرضتهاش، انا فرضتها مجهول اسمه ايه. ليه فرضتها مجهول اسمه ايه؟ بحيث اخلي الايه ده موجود في كل المعادلات بتاعت السلايدنج، الاوفر تيرنينج، كل حاجه، واجيبه بحيث يطلع لي ان السلايدنج بتاعي امن، الاوفر تيرنينج امن، الاستريس از امن. بدل ما انا كنت افرض مثلا ايه ده وليكن ب 2 متر، واجي اعمل الشغل بتاعي كله الاقيه مثلا في الاخر طلع في السلايدنج انسيف، فهعمل ايه؟ هاجي فاردها مثلا ب 2 ونص، كنت فاردها ب 2 متر، فاردها ب 2 ونص وابدا اشتغل، ممكن يطلع برضو انسيف. فاحنا للامان وليه الحل بتاعك بتفرض ان الطول ده ايه؟ ايه كده مجهول، وتطلعه بحيث يحقق لك الامان في السلايدنج والاوفر تيرنينج والاستريسز. الصول بتاعتي الفاي بتاعتها ب 33 درجة، فعلشان ارسم الايرث بريشر هناخد الكي اكتف، هتبقى 1 ناقص الساين 33 على 1 زائد ساين 33 هتساوي 0.295. قلنا لما بنيجي نرسم على حتة زي كده بنيجي من اخيرة كده بنيجي طالعين خط رأسي نرسم عليه الايه؟ الايرث بريشر. قيمة الايرث بريشر عند النقطة 1 اللي هي في البداية كانت بصفر، لان مفيش اي احمال ولا في اي سيرتشارج عندي دلوقتي ولا اي حاجة. قيمة الـ A active عند النقطة 2 اللي هي فين 2 ده؟ اللي هو على بعد اللي هو فوق سمك الحيطة ده، اللي هو يعني واحد الحيطة من تحت كده الهيل، في أول الهيل وفي آخر الهيل، هحسب عند نقطة 2 وهحسب عند نقطة 3. الـ H هنا بكام يا شباب؟ الـ H هنا هتساوي 5 زائد 4 من 10، لأن ده 1 متر، هطرح منه 6 من 10 يديني 4 من 10 زائد 5 متر، يبقى 5 زائد 4 من 10. قلنا بقى الايه الايه اكتب يساوي ايه؟ الكيو، نفتكر مع بعض، كيو زائد سيجما جاما في الاتش في الكي اكتف ناقص 2 سي جذر الكي اكتف. عندي كيو ما عنديش سيرت شارج هنا، فانا هيبقى بايه؟ بصفر. لو عندي سيرت شارج هحط القيمه بتاعها. الجاما في الاتش 1.6 في الاتش عندي 5.4 في الكي اكتف 0.295 هتساوي 2.548 طن لكل متر مربع. طب الاي اكتف 3 ايه اللي هيختلف عندي؟ هيختلف ان الاتش بقت بكام؟ بقت ب 6 متر، يبقى 1.6 في 6 في 0.295 هتساوي 2.83. حسابات ايرث بريشر عاديه خالص. الابعاد بتاعتنا فرضناها ازاي؟ قلنا ان الويتس بتاع الستيم اللي هي الحته ديت كده السمك هجيبه ازاي؟ قلنا من اتش على 10 ل اتش على 12، ده من 6 على 10 الى 6 على 12، يبقى من 6 من 10 ونص، خدنا احنا بايه؟ ب 6 من 10. العرض بتاع البي قلنا هيساوي من 4 من 10 الى 6 من 10 الاتش، يعني هيساوي من 2 و4 الى 4 و2 من 10 متر، فاحنا خدناه بدلاله الايه؟ خلينا نقول كده بايه؟ بحيث يحقق لي الامان في السلايدنج اوفر تيرنينج والستريسز، عشان ما اقعدش احسب تاني. طيب اللينس بتاع التو اللي هو الحتة دي كده ناخدها بي على التلاتة، ادي بي على التلاتة، بي من كام؟ من 2 و4، المفروض ان هي من 2 و4 لحد 4 و2، 2 و4 من 10 على التلاتة الى 4 و2 من 10 على التلاتة اللي هي من 8 و10 الى 1 و4 من 10، خدناها بي بواحد متر. الطول الايه سايبينه مجهول، ده اللي بحيث يحقق لي الامان بتاعي. الأوزان بقى اللي عندي، في وزن الجزء الخرساني اللي فوق بتاع الستم ده، وفي وزن التو والهيل اللي عندك ده، وفي وزن السويل، في الايرث بريشر اللي عندك. انا ما عنديش ميه هنا في المسألة، لو في ميه كنا عندي نضيفها. الايرث بريشر الحصيله بتاعت المثلث زي تساوي كام؟ نص طول القاعده. طول القاعده بكام؟ اللي هو اي اكتف 3 2.83 في الارتفاع اللي هو كام؟ 6 متر، يبقى نص في 6 في 2.33 يساوي 8.49. دبليو 1 هنا هتساوي كام؟ الجامعة عندك بتاعت الخرسانة ب 2.5 طن على المتر مكعب في 6 من 10 في الارتفاع كام؟ 5.4 من 10، يبقى تساوي 8.1 من 10. دبليو 2 هتساوي 2.5 في 6 من 10 في الطول ده، الطول ده يساوي كام؟ 1.6 من 10 زائد الايه؟ الايه؟ يبقى يساوي 1.5. لما نختصرها ادينا 1.5 ايه زائد 2.4 من 10. دبليو 3 هتساوي نص، هتساوي اسف هتساوي الطول ده اللي هو الايه في
الارتفاع اللي هو 5.4 في الجامة اللي هي 1.6، 1.6 في 5.4 في اللي هي تساوي 8.64 في اللي هي طن لكل متر. دراع العزم اللي عندي عند النقطة أهو بالنسبة لي الإي هتساوي اتش على 3، 6 على 3 هتساوي كام؟ 2 متر. بالنسبة لي دبليو 1 هتساوي كام؟ 1 زائد 3/10 هتساوي 1/10. طب بالنسبة لدبليو دبليو 2 يبقى تساوي كام؟ نص الطول ده، الطول ده اللي هو ايه؟ اللي هو الايه زائد 1.6. شوف الايه زائد 1.6 اجيب نصه، يبقى انا ايه المسافة بين الاو و دبليو 2. طب بالنسبة لي دبليو 3 ما تساوي 1.6 زائد نص الايه اللي هو ايه المسافة من هنا لحد هنا لحد النقطة دي 1.6 وزاد عليها نص الايه، يبقى انا وصلت ل دبليو 3. نبدأ نحل، نجيب الاوفر اول ستابيليتي. نشوف السلايدنج، قلنا السلايدنج هيساوي الام ريزيستنج على الام على الفورس اللي بتعمل ريزيستنج على الفورس اللي بتعمل سلايدنج، وهو هنا في المسألة ايه اللي يخليه ب1.8. طيب القوة اللي بتعمل ريزيستنج هي كل القوة الرئيسية اللي عندك في الميو اللي هو تاني 2 على 3 الفا اللي هو هنا مديلك في المسألة. طب القوة اللي عندك اللي هي ايه؟ القوة الفيرتيكال W1 W2 W3. W1 8.1، طب W2 1.5 في ال A زائد 2.4، W3 8.64 في ال A ضربهم في الميو اختصارها طلعت معاها 5.25 زائد 5.07 A. طب اللي عايز يعمل لك سلايدنج هي ال E اللي هي 8.49، حطها عوض في المعادلة هنا وسواها ب 1.8، اديت له ان ال A بتاعته لازم تبقى اكبر من 1.97. هو خد ال A هنا بكام؟ ب 2 متر. خد ال A بكام؟ ب 2 متر. طيب بالنسبة لي الاوفر تيرنينج هتبقى ام استبلايز على ام او ام الريزيستنج على الام اوفر تيرنينج. قلنا اللي بيعمل لي ريزيستنج اللي هي الدبليو في الاكس، كل وزن في المركبة بتاعته، كل وزن في المركبة بتاعته، كل وزن آسف في المسافة من النقطة لحد القوة، مسافة من النقطة لحد القوة اللي احنا مطلعينها هنا، هتبقى 8.1 في 1.3، 1.5 في الـ A زائد 2.4 أضربها في الأرم اللي هنا، الدراع اللي هنا، 8.64 A أضربها في 1.6 زائد نص. طيب الـ M over turning اللي هتبقى الـ E اللي هي 8.49 في المسافة اللي هي كام؟ 3 اللي هي 2 متر اللي هي 6 على 3 ديت في 2 16.98 في الكلام ده، شال طبعا هو كل ايه وعوض عن ايه ب 2 متر، حسب الفاكتور اوف سيفتي طلع 3.84 اللي هي اكبر من 1.5. بالنسبة لي الاوفر ستريسنج اللي هي البيرين كاباستي، هنحسب الام عند او زي ما حسبناها قبل كده، الام ريزيستنج ناقص الام اوفر تيرنينج طرحهم من بعض وجاب السيجما دبليو، قسم ده على ده هيدي له الايه الاي ستار اللي احنا كنا مسمينها هناك ايه في الشرح سي اللي هي الام على الام، اديت له ان هي ايه 1.565 اللي هي المسافه من المحصله الى النقطه او كانت بتساوي 1.565. انا عايز اجيب المسافه بين المحصله ومنتصف العرض ده، طب العرض ده بكام؟ احنا قلنا ده 1.6 زائد الاي، الاي بكام؟ قلنا خدناها ب 2 متر، دلوقتي يبقى 2 متر زائد 1.6 3.6، نصهم كام؟ نص ال 3.6 هتبقى 1.8، يبقى المسافه بين المحصله ومنتصف العرض ده هتبقى 1.8 ناقص الاي ستار او الاي او السي اللي هي ايه 1.5 هي 1.565، هطرحها من 1.8 هتديني بايه هو ده اللي عمله 3.6 على 2 ناقص 1.565 تساوي 0.235، حسب البي على الستة طلعت ان هي اقل منها فهي مفيش اي مشكلة، هنجيب بقى الاي ماكسيموم والاي مينيموم.
النورمال اللي عندها اللي هو السيجما فيرتيكال فورسز اللي هي دبليو 1 ودبليو 2 ودبليو 3 على البي في 1 زائد او ناقص 6 في الاي على البي. هنعوض بيها نشوف الاي ماكسيموم، هنعوض بالموجب اديتني 11.89، الاي مينيموم اديتني 5.2. اتاكد ان ده اقل من الكيو ال لابل، وهو فعلا طلع اقل من الكيو ال لابل اللي هي بتاعت البيم كاباسيتي، وان ده اكبر من الصفر. رسمنا الايرث بريشر بتاعنا. الايرث بريشر ده بيأثر فين؟ مش اسف، مش الايرث بريشر اللي هو الاستريسز اللي جايه على القعده. ادي القعده بتاعتنا كده اللي هي البي، العرض بتاعنا اللي هو 3.6. هنا كانت الاي مينيمم كانت ب 5.2، كانت الاي ماكسيمم هنا كانت ب 11.89. نبدأ بقى نصمم القطاعات الخرسانيه بتاعتنا. لو رجعنا للرسمه بتاعتنا، القاعده طول ده كده اللي هو 3.6 كان هنا 5.2 وكان هنا 11.89. عايزين نصمم الهيل اللي هو من هنا لحد هنا، والتو اللي هو من هنا لهنا، والستم اللي هنا. نشوف مع بعض. لو انا هاخد الهيل قلنا هناخد السكشن ده والكريتيكال سكشن، بالنسبه للتو اللي هو الجزء ده هاخد ده كريتيكال سكشن، بالنسبه للستم هاخد ده كريتيكال سكشن. هناخد سكشن سكشن ونشوف الفورسز اللي جايه عليه ونبدا نحسب السترينج اكشن ونصمم. بالنسبه لي الهيل القطاع اللي هو هنا كده اللي هو الطول ده ايه اللي هو 2 متر، وهنا كده عندي 5.2. عايز اشوف الفورس اللي بتأثر عندي. القوة هنا كانت بكام؟ من حساب المثلثات هنا كانت دي 11.89 ودي 5.2. لما مشي مسافة 2 متر اديت له ان ده هتبقى كام؟ 8.91. يبقى الايرث بريشر اللي بتأثر عندي هنا 5.2 وهنا كام؟ 8.91، بيأثروا ايه؟ لفوق. ده اللي هو الاستريسز اللي جاية نتيجة على الأعلى. هل في فورس جايه من فوق؟ في فورس جايه من فوق اللي هي ايه؟ اللي هي وزن الهيل. الوزن بتاع الهيل ده بيأثر معايا. طب الوزن ده اجيبه ازاي؟ الوزن بتاع الهيل هيساوي الجاما كونكريت في السكنس بتاع الخرسانه زائد في حاجه تاني بتأثر. ايه اللي بيأثر تاني؟ هو اوزان السويل اللي هنا، اوزان السويل زائد وزن الخرسانه، دول بيأثروا لتحت، وفي الاستريسز اللي جايه على القاعده بتأثر لفوق. يبقى جاما كونكريت 2.5 في السكنس 6.10 زائد 1.6 اللي هي جاما سويل في 5.4 اللي هو ايه الارتفاع اللي عندي. طلع معايا كام؟ 10 و14 بتأثر لتحت، يبقى 10 و14 بانتظام بتأثر لتحت. وفي البدايه 5.2 طالع لفوق اهو، وفي النهايه هنا كام؟ 8.91 طالع لفوق. يبقى المحصلة بتاعتهم لو طرحت ده من ده وده من ده دي لك المحصلة 4.94 نازلة لتحت، وهنا كام؟ 1.23 نازلة برضو لتحت. لو أنا وقفت هنا كده عند سيكشن 1.1 وعايز أحسب المومنت، أحسبه إزاي؟ هتبقى هنا 1.23 أعملها كأنها مستطيل، أضربها في المسافة بتاعتها اللي هي 2 متر. 1.23 أضربها في 2 متر، وبعد كده أضربها في المسافة بين المحصلة والقطاع اللي أنا عايز أحسب عنده، هي الأساس بقى 2 على 2 اللي هي 1 متر، زائد الجزء اللي باقي عندي اللي هو إيه؟ اللي هو المثلث ده اللي هو ارتفاعه من تحت كام؟ 4.94 ناقص 1.23، هتبقى نص طول القاعدة اللي هو 4.94 ناقص 1.23 في الارتفاع اللي هو كام؟ اللي هو 2 متر. بعد كده اضرب في العزم الدراع بتاع القوه اللي هو تلتين لاتنين، تلتين ايه؟ لاتنين. يبقى المومنت هنا هيساوي كام؟ 7.406. بقى دلوقتي عندي قطاع جاي عليه مومنت، ابدا اصمم واطلع التسليح بتاعي ايه؟ عادي خالص. هنبدا نصمم ازاي؟ عندي في انا دلوقتي الفورس اللي انا حسبتها او الاسترينج اكشن اللي انا حسبتها ديت دي ايه؟ وركينج. دي ايه؟ وركينج. لو انا عايز اصمم بقواعد الخرسانه بتاعت اللي هي سي 1 جي كيرف، هاخد القيمه ديت واضربها في 1.5 واشتغل
بالسي 1 جي كيرف عادي خالص، اللي هي في الاريا ستيل هتساوي الام التيمت عليه في يلد في الجي في الدي عادي خالص. اما انا دلوقتي انا هصمم وركينج، فايه هسيبها زي ما هي كده 7.406، بس انا بستخدم في الوركينج القانونين دولت، اللي هو الدي هيساوي كي واحد في جذر المومنت على العرض اللي هو البي، وقانون الاريا ستيل هيساوي ام واحد على كي اتنين في الدي. كي واحد ده المفروض يبقى اكبر من 4 من 10، كي اتنين ده قيمته 1250 تقريبا، يعني ده بيعتمد على الاف سي يو والحاجات دي الجدول، بس دي القيم دي تقريبا ممكن نشتغل بيها خالص، او زي ما قلت لك ممكن تاخد قيمة المومنت اللي عندك هنا تضربها في واحد ونص بقت التيمت تشتغل خرسانة عادي خالص بالسي 1 جي كيرف عادي خالص. بس انا دلوقتي هنكمل الحل عندنا، يبقى الدي انا كان عندي التيب 60 يبقى اطلع منها 5 سنتي جبر، يبقى هنا 55 تساوي الكي واحد جذر 7.406 في 10 أس 5 عشان اشتغل جرام كيلو جرام وسنتي على العرض 100. ليه 100؟ لان انا هطلع التسليح بتاعي لكل متر طول، لو خليت العرض ده اللي هو 360 اللي هو 3 متر و6 من 10 يبقى ايه الحديد اللي هيطلع ده كله هيتوزع على العرض بي، فاحنا نخليها 100 علشان الحديد يطلع بايه متر لكل متر، يطلع ليه لكل متر. يبقى من هنا الكي هتطلع ب كي واحد هتطلع ب 0.64 اكبر من 4 من 10 اوكي. طيب لو ما كانتش سيف يبقى ايه زود الدي، زود الايه الدي. يبقى الاريا ستيل ام المومنت عند القطاع ده على كي 2 في الدي المومنت 7.406 في 10 اس 5 على 1250 في الدي ب 55 هيطلع 10.77 سنتيمتر لكل متر. لو جبناها ب فاي 16 هتطلع 6 فاي 16 في المتر. بالنسبه للتو، التو دي اللي هي فين؟ التو اللي هي هنا كده، اشوف الفورسز اللي بتأثر عليها. التو اللي هي القطاع التاني ده عنده هنا في الاخر 11.89 اللي هو الاستريسز، وهنا 10.03 من حيث المثلثات، دول بيأثروا لفوق، دول بيأثروا ليه لفوق. طب ايه اللي بيأثر لتحت؟ اللي بيأثر لتحت فقط هو وزن الايه الخرسانة بتاعة التول اللي هي 2.5 في 6 من 10 اللي هو السيكنس، ادينا 1.5 بيأثر لتحت. هنطرح ده من ده يبقى المحصلة اللي هنا كده 8.64 لفوق، وهنا 10.39 لفوق. لو انا هحسب المومنت هنا كده احسبه ازاي؟ نفس الكلام، يبقى 8.53 في المسافة واحد في نص المسافة هنا اللي هو دراع العزم اللي يبقى نص، اديني المومنت هنا. طب ويتفضل المثلث اللي هو الطول بتاعه هنا كام؟ 10.39 ناقص 8.53، جبنا الايه الحتة ديت اضربها في نص وبعد كده اضرب في واحد جبت المحصلة بتاعتنا، اضرب في 2 على 3 من الواحد يبقى انا جبت الايه المومنت عند القطاع 2، جبت المومنت ل 4.885. نفس الكلام هجيب من هنا الكي طلعت 0.7 اكبر من 4 اوكي. جبنا الاريا ستيل طلعت 7.1، طلعت 7.1 سنتيمتر لكل متر، دي استخدمنا لها 6 فاي انا مستخدم 6 فاي 19، وهنا كان مي قبل ساعه ما كان بيستخدموا الحديد المايلد ستيل، بس ما علينا. تطلع اقول مثلا 6 فاي 7 فاي 18 مثلا، تمام؟ احسبها زي ما تحسبها زي ما تطلع معاك، شوف الاريا دي من الجدول هتدي لك قد ايه. باقي لنا القطاع اللي هو الستيم، الستيم اللي واقف هنا كده، الطول ده 5.4، كان الايرث بريشر كان قيمة المثلث تحت هنا 2.548، لو جبنا قيمة اللي ده الستريسز اللي بيأثر هنا. أنا عايز أحسب المومنت هنا كده، المومنت هنا احسبه ازاي؟ اجيب قيمة المثلث ده اللي هو نص في 5.4 في 2.548 اللي هي طلعت 6.88، اضربها في المسافة ديت اللي هي 7 اللي هي 5.4 على 3 ادتني 12.384 متر طن لكل متر. وكان عندي النورمال اللي بيأثر هنا دبليو 1 اللي هي 2.5 في 2.5 في 5.4
زي ما كنا حاسبينها هنا لقيت دبليو واحد في البداية خالص، عشان نشوفها مع بعض. دبليو واحد كان بكام؟ 2.5 × 6 × 5.4 كان طلع ب 8.1. تمام. دلوقتي بقى انا عندي القطاع اللي هو رقم 3 ده اللي هو بتاع الستيم، جاي عليه مومنت القيمه بتاعته 12.384، وجاي عليه نورمال القيمه بتاعته كام؟ القيمه بتاعته 8.1. لو انا عايز احسب الاي يبقى الاي هتساوي المومنت على النورمال، هتساوي معايا هنا 1.5228. القطاعات ديت كان في حاجه اسمها الاي ستيل كنا بنحسبها، كان بتساوي ايه؟ الاي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر يبقى تساوي ايه؟ دي الطريقة التقريبية في حساب القطاع اللي عليه، افتكر المواد دي في حتة في الخرسانة، القطاع اللي عليه مومنت وليه نورمال. كنا بنحسب حاجة اسمها الـ ES وبعد كده بنحسب MS. المومنت اللي عندي العادي قسمته على النورمال جبت الـ E، الـ E زودت عليها T على الاتنين اللي هو السمك على الاتنين ناقص الكفر هنا كده اديتني 1.778 متر. احسب بقى الـ MS، الـ MS اللي هي الـ N اللي عندي في الـ ES ده، يبقى ال N تاني بوينت واحد في ال ES 1.778 ادتني 14.4 طن متر لكل متر. هبدأ أحسب بقى ليه، أصمم عادي خالص. من هنا طلع لي إن ال K بتاعتي 0.458 أكبر من 4 من 10. تمام. لو قلنا لو أقل من كده، من أقل من 4 من 10 هزود الإيه؟ السمك اللي عندي، وأحسب الـ Area Steel M S على الـ K2 في الـ D ناقص الـ N على الـ F S. ايه الام بقى؟ الاف ام. هو القانون ده بتاع الايه؟ ان انا استخدم الاي اس والام اس، ده بتاع حاجه خاصه بيه الخرسانه. الاف اس ده اللي هو 1.2 يبقى بعد ما اعوض هيطلع لي ان انا محتاج حديد 14.27 سنتيمتر لكل متر، هنستخدم حديد 6 فاي صفر، او هنستخدم هنا 19 وهنستخدم مايلد ستيل، هيطلع معانا حوالي 7 فاي 18. نبدأ نصمم عادي خالص. احنا صممنا كده، بقينا ايه؟ بقينا نشوف بقى التسليح. التسليح بيترسم ازاي؟ نفس الرسمه اللي شايفينها قدامنا دي. الحديد الاساسي اللي عندي فيه الكانتريفر ريتيننج وول بيبقى ازاي؟ هو الحديد ده، ده كده. الحديد ده فين؟ الحديد ده هنا كده، اللي هو جاي من ستيم هنا كده ونازل على الايه؟ على التوب. والحديد الاساسي التاني، الحديد الاساسي التاني اللي هو ده، اللي هو بتاع الهيل، التسليح بتاع الهيل اللي هنا كده. دول الحديدين الاساسيين بتوعك، الحديد ده وده. طيب الباقي بنحطه ايه؟ الباقي بنحطه المينيمم 5 فاي 12 في المتر. 5 فاي 12 ايه في المتر؟ يعني باخد 5 فاي 12 في المتر كده واجي متانيها ومنزلها لحد هنا كده. يبقى التسليح بتاعي زي ما هو طالع لك، التسليح بتاع الستيم اهو بيتحط في الناحيه دي كده، باجي منزله هنا كده ايه عشان اوفر الحته دي احط فيها، احط فيها المينيمم. طب تسليح الهيل، الهيل تسليحه اهو، التسليح بتاعه اهو، واكمل الحته دي علشان برضو ايه اوفر الموضوع معايا. تسليح التو، التو قلنا التسليح الرئيسي بتاعه ايه؟ هنا اهو، وقلنا هو ايه كان طالع 6 فاي 16، فكملنا ده ايه التسليح. هنلاحظ بقى ان ايه في حته بقى تنفيذيه، الحديد المنقط ده اللي هو ليه ممتد في ارتجال عمود على الصفحه، بنحطه مره من جوه ومره ايه من بره، دي حته تنفيذيه اللي هو البراندات، حديد البراندات ده بنحطه ايه مره هنا من جوه. طب بنحطه من بره، لان انت لو اتحط من جوه هنا الراجل اللي بيربط هتبقى صعب التربيط عليه جدا، بنحطه من بره هنا عشان ايه يرص الحديد ويجي مربط عليه من الخارج. وبنكتب طبعا ابعاد الخرسانه العاديه وابعاد الخرسانه المسلحه، ودي هي التفصيلة بتاعت الريتيلينج وول. ده طبعا التصميم المانيوال بتاعنا، وفي حتة شوية برامج كده صغيرة اشير لكم ايه لو حد حابب يصمم، بس هو ده التصميم بتاعنا. لو حابب تعملها شيت اكسل اي حاجة بتعملها كده، لو عندك هي حيطة صممها مانيوال كده تشيك على نفسك مفيش مشكلة، اصلا شيت الاكسل هو يعتبر حل مانيوال. شوية ملاحظات كده، التربه اللي بردم بيها ورا الحيطه لازم تبقى في جيد التدرج، واعمل لها كومباكشن كويس، واتجنب الكومباكشن الزياده قوي علشان ما يعمليش ايه مشاكل. وطبعا بنعمل بنحط ماسوره
علشان أصرف بيها المية، والماسورة ديت يا إما أنا أحطها ورا الحيطة على طول فتلم المية من هنا وتيجي إيه يعني ورا الحيطة كده تلم المية وتصرفها. بس مشكلة لو أنا حطيتها فيرتيكال كده هتعمل لي ضغط مية على الحيطة. في ناس بتعملها بميل معين كده بحيث إن تبقى مثلا هنا 2 على 3 الإتش، بحيث إن المية تيجي نازلة كده فمتعملش أي ضغط على الحيطة. الخلاصة إن أنا لازم أعمل عملية صرف مية للحيطة. زي ما نفتكر مع بعض في الأحداث الأخيرة كده، في حصل عند الكايرو فيست ده إن في حيطة حصل لها انهيار، ده عقب سقوط أمطار كتير. لما سقطت أمطار كتير هو ما كانش عامل درينج سيستم كويس، عملت ووتر بريشر على الحيطة، هو ما كانش واخده في التصميم، أدت إن زودت السترينج أكشن على الحيطة فالحيطة حصل لها انهيار. طبعا الماسورة اللي هنا بحط عليها شوية زلط أو حاجة بتدرج معين. التدرج ده ببين أكتر في الشكل ده، أنا مش هتكلم عليه دلوقتي إن هو مش يخصنا دلوقتي، مش هيخصنا كتير. هتكلم عن التدرج ده في الديوترنج، في الديوترنج في الويلز هتكلم عنه بالتفصيل. الجوينت طبعا احيانا ما بنصبش الحيطه كلها مره واحده، طبعا لو ارتفاعها كبير بنصبها على خطوات، بس بنراعي بقى ان احنا ده هنصبها يبقى اعمل ايه حاجات زي كده دي، بحيث الحيطه تعشق، صبيت النهارده وقفت صب بكره بحيث ايه تعشق مع بعض بحيث ما يحصلش اي مشاكل. نفس الكلام الحيطه في الاتجاه بقى اللي هو العمودي على الصفحه بقعد اعمل لها ايه، بعمل هنا جوينت كده بحيث لو حصل اي شروخ او اي حاجة تحصل في الجوينت ده. ممكن نعمل اكسبانشن جوينت لو المسافة بتاعت الحيطة، مش هسيب الحيطة ممتدة الى ما لا نهاية عمودي على الصفحة كده، من كل مثلا حوالي 30 متر يعني من 25 ل 35 متر بعمل ايه فاصل تمدد، فاصل تمدد عشان ما يحصلش اي مشاكل عندي في الحيطة. قبل ما انهي كده في هنا هبعت لكم الفايل ده، الفايل ده مهم جدا في تصميم الاسات. الفايل ده عباره عن برامج، يعني شايفين ده الريتينج وول بجميع اشكالها. الفايل ده اللي عامله دكتور عمرو دراج، بتدخل كل حاجه عندك في الحيطه زي ما انت عايز، وبيحسب لك بقى وايه يطلع لك ايه التسليح، بيطلع لك كل حاجه، طلع لك ليه التسليح. يعني شايفين بيقول لك انكريز الهايت اوف هونش، لو عايز يدي لك ايه الملاحظات بتاعتك تقدر تطلع كل حاجه من هنا. اللي عامل ده الدكتور عمرو دون في كل اغلب ايه الحاجات بتاعت الاسات. الملف ده انا هرفقه ليكم ان شاء الله، بس كل حاجه الايزوليتد الكومبايند الويلز البيرس ميرس كل حاجه، بيرس ميرس بريشر كل حاجه ايه بيعملها. ده حاجه عامل زي الايه زي الشيتات الاكسل كده، بس بيعملها على بيعمل برضه سلوب ستابيليتي، بيعمل يعني اغلب الحاجات بتاعت الايه الاساسات. اتمنى ان انتوا يكون استفدتوا من المحاضره، واي اسئله انا برحب بيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.